أهلا بكم. سنة 1901 عثر علماء الآثار على مسلة أثرية مثيرة جدا الحقيقة، بتصل لحوالي مترين، منقوش عليها من الأعلى صورة ملك ما بيتسلم رسالة أو تفويض من إله ما، وتحتها بتمتلئ المسلة بالكتابات العديدة التي استغرقت تقريبا حوالي سنة كاملة لكي يتم ترجمتها. وهنا تفاجأ العلماء بأنها عبارة عن تشريع أو قانون للملك البابلي الشهير جدا الملك حمورابي، فهي تحتوي على 282 مادة قانونية في مختلف نواحي الحياة. ولكن الحقيقة وقتها أكثر ما أدهش العلماء هو مدى التشابه بين تلك المواد القانونية وبين شريعة أو ناموس النبي موسى التي وردت في الكتاب المقدس. ومن وقتها أصبحت شريعة أو قانون الملك حمورابي هي أقدم نص قانوني في التاريخ، واستمر الحال كما هو عليه لسنوات عديدة جدا حتى ظهر لنا عددا من الاكتشافات الأثرية التي غيرت لنا كل تلك الصورة إلى الأبد. فيلا بينا بقى نحكي حكايتها. خلونا بقى كده مع بعض الأول في بداية حلقتنا ننظم الأفكار ونعرف أنا هتكلم عن إيه في الحلقة دي. ببساطة شديدة جدا أنا هتكلم عن الآثار اللي منقوش عليها قوانين أو تشريعات أو حتى وصايا وحكم بتسبق تاريخيا وأثريا تشريعات النبي موسى، وخصوصا الوصايا العشر المذكورة في الكتاب المقدس، واللي استمرت الحقيقة مهيمنة على عقول البشر لقرون عديدة. إنها أقدم تشريعات في التاريخ، بل إنها أيضا الشريعة الإلهية نفسها اللي أنزلها الله في البداية على نبيه آدم، ثم تناقلها أبناءه من بعده شفاهة حتى دونها الله بنفسه وأعطاها للنبي موسى كما ذكر في الكتاب المقدس على جبل سيناء كما في سفر الخروج، أو حتى على جبل حريب كما في سفر التثنية. ولكن بغض النظر عن معتقداتنا، فبشكل علمي وتاريخي وأثري بيعود تاريخ تدوين التوراة إلى ما بين القرن العاشر والسادس قبل الميلاد، وأيضا بيعود تاريخ وجود النبي موسى طبقا لتواريخ التوراة والتلمود إلى ما بين القرن الخمستاشر والاثناشر قبل الميلاد. وبقول طبقا للتوراة والتلمود لأن النبي موسى لا وجود لأي أثر مادي له في أي وثائق في أي حضارة، وبالتالي لا يمكن تحديد تاريخ وجوده بشكل يقيني. يعني من الآخر بيعتبر أقدم تاريخ لوجود النبي موسى طبقا لمعتقدات وكتب بني إسرائيل هو القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وعايزكم تفتكروا كويس أوي التاريخ ده، وبقول لكم افتكروه كويس لأن احنا لدينا حتى الآن سبع اكتشافات أثرية بتعود إلى ما قبل هذا التاريخ أو القرن الخامس عشر قبل الميلاد، اللي هو زي ما قلت من شوية بيعتبر أقدم تاريخ محتمل لوجود النبي موسى. السبع اكتشافات أثرية دول عبارة عن مجموعة من القوانين أو التشريعات أو الوصايا أو الحكم اللي هنشوفها مع بعض كمان شوية، بتتشابه بل وأحيانا بتتطابق مع ما ورد في الكتاب المقدس من ناموس أو تشريعات النبي موسى. السبع اكتشافات أثرية دول هنقولهم مع بعض بالترتيب من الأقدم للأحدث، وهنقسمهم مع بعض إلى نص أدبي ثم نص ديني ثم مجموعة من خمسة نصوص قانونية. تعالوا بقى مع بعض ناخدهم واحدة واحدة، ونبدأ بأقدم نص فيهم وهو وصايا الملك السومري شروباك، وده ببساطة شديدة بيعتبر هو أقدم نص أدبي في التاريخ، حيث يعود لحوالي 2600 قبل الميلاد. وده ببساطة شديدة عبارة عن مجموعة من الوصايا أو النصائح اللي بيقدمها الملك السومري شروباك إلى ابنه الملك زيوسيدرا، اللي لو فاكرين اللي متابع معايا كويس حلقات الطوفان انه كان بطل الطوفان السومري. اللي يهمنا بخصوص موضوعنا في وصايا شروباك انها بتحتوي على مجموعة من النواهي اللي بتتطابق مع الوصايا العشر،
حيث ذكر فيها أن الملك شروباك قال لابنه نصا أن لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد زورا، ولا تتلاعب بامرأة متزوجة، ولا تجلس معها في غرفة لوحدك. اللي هو يعني من الآخر لو نحينا جانبا الوصية الخاصة بيوم السبت والوصايا المتعلقة بالإله الخاصة ببني إسرائيل، هنلاقي أن باقية الوصايا العشر بتتطابق مع وصايا الملك شروباك، طبعا بجانب مجموعة من النصائح الأخرى اللي استمرت الحقيقة مسيطرة لآلاف السنين على منطقة وادي الرافدين خاصة وعلى منطقة الشرق الأدنى القديم بصفة عامة. وكده كده هسيب في وصف الفيديو رابط للوصايا كاملة، أو حتى بالمناسبة هسيب لكل نص هذكره في الحلقة رابط للي حابب يطلع على تفاصيل. طيب ده كده بالنسبة لأقدم نص أدبي في التاريخ. نيجي بقى لتاني أقدم نص في التاريخ واللي مذكور فيه مجموعة من الوصايا اللي بتتطابق مع الوصايا العشر، ولكن النص دوت في منطقة أخرى من العالم، ألا وهو نصوص الأهرام المصرية اللي بتعتبر هي أقدم نص ديني في التاريخ، حيث يعود لحوالي 2400 قبل الميلاد، وده أنا شرحته بالتفصيل في حلقة الديانة المصرية. وده ببساطة شديدة عبارة عن مجموعة من التعاويذ أو التراتيل والأناشيد الدينية لإرشاد الميت في الحياة الأخرى، واللي عرف لاحقا في عصر الدولة الحديثة بكتاب الموتى. هما بخصوص موضوعنا ذكر في تلك النصوص مجموعة من الجمل اللي المفترض أن يقولها الميت في الحياة الأخرى أمام إله الموتى، واللي بدورها بتتطابق مع الوصايا العشر أو حتى مع وصايا الملك شروباك، حيث يذكر فيها أن الميت بيقول أمام إله الموتى أنه أو أني لم أقتل، أني لم أسرق، أني لم أكذب، أني لم أزني، أني لم أشهد زور، أني لم أشتهي زوجة صديق أو قريب. وواضح طبعا هنا التطابق ما بين الثلاثة نصوص. طيب تمام، ده كده بالنسبة لأقدم نص أدبي والأقدم نص ديني في التاريخ. نيجي بقى للخمسة نصوص القانونية اللي بالمناسبة آخرها هو شريعة أو قانون حمورابي اللي أنا قلته في المقدمة. ودول كده الأول ببساطة شديدة كل نص فيهم عبارة عن مجموعة من المواد القانونية، يعني عبارة عن فعل خاطئ أو جريمة وما يقابلها من عقاب، واللي بالمناسبة بينتموا جميعا إلى منطقة وادي الرافدين ولحضاراته العظيمة الحضارة السومرية والبابلية. تعالوا برضو نخدوهم مع بعض كده واحدة واحدة، ونبدأ بأول وأقدم التشريعات القانونية في التاريخ البشري، ودي كانت على يد الملك السومري أيضا هوروكاجينا اللي حكم المدن السومرية في حدود 2400 قبل الميلاد. الملك ده ببساطة شديدة أصدر مجموعة من التشريعات أو القوانين اللي بتنظم المجتمع السومري، ولكن الحقيقة حتى الآن لم نعثر على نص القانون كامل على بعضه، ولكن طبعا استدلنا على تلك القوانين من خلال الآثار والوثائق اللي بتعود لعصره واللي مدون عليها تلك المواد القانونية، واللي كان أشهرها بالمناسبة قانون لإعفاء الأرامل والأيتام من الضرائب. أما بقى ثاني أقدم تشريع بشري في التاريخ وبيعتبر في نفس الوقت أقدم نص قانوني مجمع عثرنا عليه، ألا وهو نص الملك السومري أيضا أورنامو اللي حكم المدن السومرية تقريبا في حدود 2100 قبل الميلاد. وبنسبة بقى الملوك السومريين دول، فحابب أفكركم إن شرحتهم بالتفصيل في حلقة الحضارة السومرية في سلسلة ببساطة. وحكاية قانون أورنامو ده ببساطة شديدة إن احنا عثرنا على لوحين أثريين بيحملوا أو منقوش عليهم هذا القانون، ترجمهم بالمناسبة عالم السومريات الشهير جدا صامويل كريمر. المهم بقى إن احنا بعد ما فكينا الرموز وترجمناها وجدنا إنها في البداية بتحتوي على ما يعرف بالتفويض الإلهي، ودي فكرة ببساطة كانت متبعة وعادة في كل نصوص القوانين زي ما هنشوف كمان شوية. ودي ببساطة شديدة فكرتها إنها عبارة عن مجموعة من الجمل اللي بتوحي بنوع من أنواع التفويض الإلهي لهذا الملك لكي يقيم العدل على الأرض من خلال تلك الشرائع، اللي هي الفكرة ببساطة اللي استغلها طبعا معظم حكام العالم القديم ويمكن حتى الحديث كمان للسيطرة على الشعوب بقوة كلمة الإله. المهم بيجي بعد التفويض الإلهي دوت نص القانون نفسه، لو ببساطة شديدة عبارة عن مجموعة من المواد القانونية اللي مترتبة بأرقام، واللي بيبلغ عددها في قانون أورنامو حوالي 32 مادة قانونية،
ممكن كده نقول أشهرهم سريعا. عندنا مثلا المادة الأولى اللي بتقول من يرتكب جريمة قتل يعاقب بالقتل. المادة الثانية من يرتكب جريمة سرقة يعاقب أيضا بالقتل. عندنا مثلا المادة السادسة اللي بتقول من يقوم باغتصاب زوجة رجل يعاقب أيضا بالقتل، وغيرها بقى العديد من القوانين اللي كانت بتنظم المجتمع في ذلك الوقت. أما بقى ثالث أقدم تشريع بشري في التاريخ فهو تشريع أو قانون مدينة أشنونة السومرية اللي بيعود لحوالي 1930 قبل الميلاد، واللي بالمناسبة اكتشفه عالم الآثار العظيم والشهير جدا العراقي أيضا طه باكر في منطقة تل حرمل في العراق. أما بقى بخصوص نص القانون نفسه فده قانون بيحتوي تقريبا على أكثر من 60 مادة قانونية بتنظم بقى باقي الجرائم اللي احنا قلنا عليها اللي هي جرائم السرقة والاعتداء الجسدي والجنسي وغيرها. أما بقى أشهر مواد هذا القانون فهي مجموعة من المواد اللي بتنظم أحوال وأجور العمال، لدرجة أن قانون أشنونة ده بيعتبر هو أقدم قانون في التاريخ بيذكر فكرة الحد الأدنى لأجور العمال. أما بقى رابع أقدم تشريع في التاريخ البشري فهو قانون الملك الأموري لبت عشتار اللي حكم أيضا المدن السومرية، واللي بيعود لحوالي 1860 قبل الميلاد. وده ببساطة أيضا عبارة عن نص قانوني بيبدأ الأول بفكرة التفويض الإلهي اللي شرحتها من شوية، وبعد كده بقى بيجي نص القانون أو مواد القانون نفسه اللي بتبلغ في هذا القانون حوالي 37 مادة قانونية بتتكلم أيضا عن نفس الجرائم اللي كانت منتشرة في هذا العصر. طيب دول كده ببساطة هم أقدم أربع تشريعات بشرية، واللي زي ما شفنا كلهم بينتموا الحقيقة إلى الحضارة السومرية العظيمة. ولكن بقى من منطلق الأمانة العلمية فحابب أقول لكم كده بسرعة معلومة على السريع، بيقال إن أقدم تشريع في التاريخ هو تشريع خاص بالحضارة المصرية اللي اسمه قانون تحوت أو تشريع الإله تحوت، اللي قام الملك مينا في حدود 3200 قبل الميلاد بتطبيقه. ولكن الحقيقة لم أستطع الوصول إلى نص القانون علشان كده قلت أقولها لكم بسرعة كده كمعلومة. المهم نيجي الخامس وآخر وأهم نص تشريعي في حلقتنا، ألا وهو تشريع أو قانون الملك حمورابي. وده ببساطة شديدة زي ما قلت في بداية الحلقة استمر سنوات عديدة بيعتقد أنه أقدم نص تشريعي في التاريخ، قبل طبعا ما نكتشف نصوص القوانين اللي أنا شرحتها من شوية. المهم أن النص دوت بكل بساطة بيعود تقريبا لحوالي 1754 قبل الميلاد، وسجله الملك الشهير البابلي حمورابي اللي بالمناسبة شرحت حكايته بالتفصيل في الحلقة الـ11 في سلسلة ببساطة اللي حابب يرجع له. المهم ان هو سجلها على تلك المسلات وارسلها الى كل المدن الواقعة تحت حكمه لكي ينظم لهم شؤون حياتهم. اما بخصوص الجدل الكبير اللي اثارته شريعة حمورابي واللي ذكرته في المقدمة، فكان الحقيقة بسبب التشابه اللي موجود ما بينها وما بين تشريعات النبي موسى الواردة في الكتاب المقدس، واللي كان الحقيقة أكثرها ضجة وجدل هي مواد القصاص اللي شايفينها قدامنا ديت، وللأسف الشديد ما لقيتش نسخة عربية ليها علشان كده ما قداميش غير النسخة اللي باللغة الإنجليزية واللي هترجمها معاكم. عندنا مثلا المادة 196 اللي شايفينها قدامنا اللي بتنص على إنه إذا قلع شخص عين شخص آخر تقلع عينه بالمثل، اللي هي العين بالعين. وأيضا المادة 197 إنه إذا كسر شخص عظم شخص آخر تكسر عظمته بالمثل. وأيضا المادة 200 اللي شايفينها في الآخر ديت إنه إذا خلع شخص سن شخص تقلع أيضا سنته بالمثل، اللي هي السن بالسن. وده زي ما احنا شايفين بيتشابه لدرجة التطابق حتى في ذكر الأعضاء نفسها مع ما ورد في العهد القديم، تحديدا في سفر اللاوين اللي زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الإصحاح 24 الآية رقم 20 المذكور فيها نصا كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. ويمكن ده بالمناسبة من المظاهر العديدة اللي أنا اتكلمت عنها الحلقات اللي فاتت، وتحديدا في الحلقة الأخيرة لما اتكلمت عن مظاهر تأثر كتبة التوراة بالتراث البابلي. المهم بقى بالنسبة لمبدأ أو فكرة القصاص، فبالمناسبة برضو حابب أقول إن جاءت الديانة أو الشريعة المسيحية وتخطت هذا المبدأ في الآية الشهيرة اللي كلنا عارفينها في إنجيل لوقا اللي بتقول من ضربك على خدك فأدر له خدك الآخر. ولكن جاءت الشريعة الإسلامية بعد ذلك وأعادت مرة أخرى فكرة أو مبدأ القصاص.
ولكن الحقيقة مش بس القصاص اللي فيه تشابه ما بين قانون حمورابي وما بين ما ذكر في الكتب المقدسة، بيوجد الحقيقة مجموعة أخرى من التشابهات بشكل ما. تعالوا بقى برضو مع بعضينا كده نقولها بشكل سريع على الشاشة قدامنا. عندنا مثلا المادة رقم 8 في قانون حمورابي اللي شايفينها قدامنا، واللي ترجمتها إنه إذا سرق شخص ماشية أو شاه أو حمار أو خنزير أو عنزة وكانت تعود إلى الإله أو إلى القصر فعليه أن يعوضها بثلاثين مثل، أما إذا كانت تعود لأحد ضمن رعية الملك فيعوضها بعشر أمثال، وإذا لم يكن لديه ما يعوض به فإنه يقتل. القانون ده بقى بيتشابه مع ما ورد في العهد القديم وتحديدا في سفر الخروج في الإصحاح 22 اللي شايفينه قدامنا دوت في الآية رقم 1 اللي بتقول إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثورة بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. وأيضا المادة رقم 129 في قانون حمورابي اللي شايفينها قدامنا ديت اللي بتنص الجملة الأولى فيها على إنه إذا قبض على امرأة متزوجة مع رجل آخر فيجب أن يتم ربطهما معا ويلقوا بهما في المياه. ده بيتشابه مع ما ورد في سفر التثنية وتحديدا في الإصحاح رقم 22 في الآية رقم 22 اللي بتقول زي ما احنا شايفين قدامنا إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة. وأيضا عندنا كمان المادة رقم 250 في قانون حمورابي اللي بتنص على إنه إذا نطح ثورا وهو مار في الطريق رجلا ما ومات هذا الرجل فيحرر مالك الثور ولا يوجد تعويض في هذه الحالة. دي برضو بتتشابه مع ما ورد في سفر الخروج وتحديدا في الإصحاح رقم 21 في الآية رقم 28 اللي شايفينها قدامنا اللي بتقول وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه وأما صاحب الثور فيكون بريئا. أما آخر مادة هنقولها مع بعض فهي المادة رقم 252 في قانون حمورابي اللي بتكمل المادة اللي احنا قلناها من شوية واللي بتقول ترجمتها إنه إذا نطح الثور عبدا فليؤدي صاحبه ثلث ثمنه. دي بتتشابه مع واردة في سفر الخروج أيضا في الآية رقم 32 من نفس الإصحاح اللي احنا لسه قايلينه إنه إن نطح الثور عبدا أو أمة يعني جارية يعطي سيده 30 شاكل فضة والثور يرجم. وغير بقى الحقيقة من المتشابهات الموجودة ما بين النصين، ويمكن كمان بالمناسبة بيوجد تشابه آخر ما بين سورة الملك حمورابي وهو بيتسلم الشريعة من قبل الإله مع فكرة تلقي موسى للألواح من قبل الإله أيضا المذكورة في التوراة. ولكن الحقيقة للأمانة العلمية بيفسر الكلام ده كله أو التشابهات دي كلها علماء الدين أو رجال الدين المسيحي واليهودي بتأويلات مختلفة شرحتها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. وأيضا من باب الحقيقة فبيوجد طبعا اختلافات عديدة جدا ما بين النصين، على سبيل المثال مثلا جريمة السرقة اللي عقوبتها بتختلف تماما في كل نص، ففي النص التوراتي بيكون عقوبتها التعويض في حين ان السرقة في قانون حمورابي بيكون عقوبتها القتل، وده طبعا طبيعي جدا لوجود اختلاف ما بين ثقافة ودين كل منهما. بس كده وصلنا لآخر حلقتنا اللي حاولت فيها معاكم بشكل مختصر وعلمي أيضا إن احنا ناخد كده نبذة مختصرة عامة عن أقدم التشريعات والقوانين التي تسبق تاريخيا وأثريا التشريعات الموسوية أو ناموس النبي موسى المذكور في العهد القديم. ما تنسوش بقى تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتبصوا بصة كده على المصادر، لأن في ناس كتير جدا بتسألني في التعليقات عنها وأنا تقريبا مفيش حلقة ما بذكرش فيها المصادر في وصف الفيديو. بس ما تنسوش بقى لو مشتركتوش في القناة اشتركوا. أشوفكوا على خير الحلقة الجاية. سلام.